وبشأن تصريحات السوداني عن بقاء القوات الأمريكية في العراق وما يكشفه عن تناقضات شركاء العملية السياسية حول هذا الملف. ينضم إلينا عبر سكايب من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الأستاذ صباح المختار. مساء الخير أستاذ صباح. مساء الخير لك والمشاهدين. أهلا بكم. رسائل وصفها المجلس الأطلسي للدراسات بأنها مزدوجة بعثت بها حكومة السوداني إلى واشنطن، بما تفسرون هذا الموقف المتردد من حكومة السوداني بشأن البقاء أو الوجود الأمريكي في العراق؟ وهو ملف يعني ليس من السهولة يعني البت فيه دون الرجوع أو دون الاتفاق على قرار واضح ما بين شركاء العملية السياسية وأقطاب العملية السياسية كلها. أولا أعتقد من المفيد الإشارة إلى أنها المجلس الأطلسي للدراسات قدم دراسة لا قيمة لها باستثناء كونها محاولة لفهم الموقف العراقي، ولكن يجب التذكير أن العراق فيه ليس في الحقيقة ليس فيه حكومة بالمفهوم المعتاد. السلطة التنفيذية عبارة عن شكل دون محتوى، رئيس وزرائها غير منتخب ولكنه ممثل للمالكي الذي هو الذيل لإيران، ليس لديه سلطة وليس لديه أي سلطة فعلية، الميليشيات أقوى من السلطة التنفيذية. الحكومة تنتظر ظهور الإمام المهدي، والسياسيين ووزراء يدعون أنهم يمثلون السنة باعتبار أن الأكراد ليسوا سنة. المسلمون الذين يتبعون 4 مذاهب فقهية ليس لديهم لا آيات الله ولا وكلاء، وبالتالي هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم. السوداني وحكومته لن تنجو يوما واحدا دون الدعم الأمريكي. الميليشيات بعد مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس وقبل 10 أيام مشتاق السعيدي نائب رئيس النجباء يعلمون يقينا ماذا يعني التعرض للقوات الأمريكية. مسرحية إخراج القوات الأمريكية بعد مقتل سليماني اتخذ قرار من البرلمان عام 2020، يعني قبل 4 سنوات، يستطيع الجميع الحديث عنه، ولكن في الحقيقة ماكو رجال تنفذه. السوداني ما عنده خيار إلا التلاعب بالكلمات، وهو يستنكر انتهاك السيادة وقتل السعيدي، وبنفس الوقت يتوسل بالميليشيات أن ما يهاجمون القوات الأمريكية، يمعودين خافين والجندي واحد ونبتلي. الأمريكان يقولهم أنه يبذل أقصى جهد وأنه ملتزم بالاتفاقيات، لكن ما هي الاتفاقيات؟ مكافحة الإرهاب. هذولا يدعون أنه يقومون بعمليات عسكرية لعلاقتها بغزة، ويقول لك مستعد أسوي اتفاقيات لمكافحة الإرهاب. الأمريكان لا يهتمون بهذه الكلمات، ويعلمون أن إيران تريد أن تقوم الميليشيات بالمهاجمة، ويعلمون أن السوداني والميليشيات كلاهما خائف من ردة الفعل. لذا فالوضع في العراق في هذا الشأن مستقر على الضوضاء. يستطيع العبادي وغيره أن يتحدثوا، ولكن هذا كله كلام هواء. طيب، في ذات الإطار الأحزاب والميليشيات التي كانت تعترض كذلك على الوجود الأمريكي في رئاسة الكاظمي للحكومة، وكانت تقصف حتى السفارة الأمريكية ومحيط السفارة كما كان مشهور، بما تفسرون عدم معارضة تلك الأصوات الآن لتصريحات السوداني المؤيدة لبقاء القوات الأمريكية؟ أولا الحكومة العراقية تدعي أن القوات الأمريكية هي كلها قوات من الشعراء والأدباء ويسوون مساعدات وليست قوات مقاتلة، ولكن لا شك أن الأحزاب والميليشيات المرتبطة إيران وحتى السياسيين السنة لا يريدون الوجود الأمريكي، ولكنهم جميعا يدركون أن وجودهم مرتبط بالموافقة الأمريكية. حينما نتحدث عن موافقة إيران على وجوه هذه الوجوه فهذه مسألة داخلية، ولكن مخالفة القرار الأمريكي في هذه الأيام بالذات يعني إرسال مسيرات، وهذول مو رجال، هذول ليسوا رجالا ذو مبادئ أو جلد كأهل غزة. طيب، هنا أيضا أستاذ صباح، مجلة بريكنج ديفنس تقول أن القوات الأمريكية الموجودة في العراق حاليا لن تغادر البلاد، في ذات الوقت تقول أن الفرص الحالية لمغادرتها شبه معدومة، وتوضع أن هناك مشكلة قانونية تمنع مغادرة تلك القوات، فإذا كانت قوات استشارية داخل العراق يمكن إخراجها من البلاد، أما التي تقاتل تنظيم داعش فستبقى مستمرة في مهمتها حتى وإن طلبت منها حكومة الإطار التنسيقي المغادرة. فبالتالي هناك يعني
الاتفاقية الأمنية تفرض عليهم إبقاء قوات وإخراج قوات، كيف نفهم مثل هذه الاتفاقات الأمنية؟ أولاً فيها خلط، أعتقد أن المقال ليس دقيقاً، ولكن عام 2008 العراق وقع اتفاقية مع أمريكا مدتها 3 سنوات. بموجب هذه 2008، انتبهوا الوقت اللي دا تحدث 2008، نعم، هاي الاتفاقية يحق للعراق إعطاء إنذار لمدة سنة لإلغائها. طيب، ولكن العراق لم يعطي هذا الإنذار. وعام 2020 يعني قبل 4 سنوات البرلمان ألزم الحكومة بأن تخرج القوات. الحكومة العراقية منذ 2020 لم تقدم طلبا لإلغائها، أولا مرة أخرى لين ماكو رجال، وثانيا لأن الحكومة لابسة للبرلمان. الساسة العراقيين البرلمانيين والأحزاب والوزراء بكل مثل ما يسموهم مكونات الشعب العراقي، نعم، وحتى الميليشيات كلهم موجودين، لأن أمريكا لا تمانع أن يكملوا هؤلاء تدمير العراق الذي بدأ به الأمريكان في الاحتلال عام 2003، ويعتقدون أنه لم يتموا ذلك. أما المزاودة بموضوع القضية الفلسطينية فحقيقة ليس هناك من لا يفعل ذلك، كل الحكومات العربية والإسلامية دون استثناء تزاود بالقضية، وبما فيهم إيران وذيولة. طيب، هنا أيضا هل تملك أي من أركان العملية السياسية فعليا الطلب من الولايات المتحدة إخراج قواتها من العراق؟ نظريا تستطيع الحكومة العراقية أن تقدم للإدارة الأمريكية تقول نريد إنهاء الاتفاقية، ولكن لن يفعلوا ذلك. الاتفاقية تقول نعم إذا تردون تنهوها، فهذا الحديث مال أنه نلتقي ونقرر السياسة وماذا يريد من وإلى آخره، العراق الآن يا أخي هو ساحة حرب. نعم، الشيعة ويا الشيعة، والسنة ويا السنة، والسنة ويا الكراد، والشيعة ويا الكراد، والكراد ويا الكراد، والعرب وبقية الأقليات المتأخرة. هذول كل شو من يتفق عليه؟ أمريكا وإيران حاليا في حالة حرب. طيب، هنا السؤال أستاذ صباح، يعني هنا السؤال أنه شركاء العملية السياسية كيف يرتضون أن يكون العراق ساحة لتصفية الصراعات ما بين الولايات المتحدة وإيران؟ إلى أي كفة ستميل كفة الميزان؟ إلى أي جهة ستميل كفة الميزان؟ أرجو المعذرة، السؤال فيه خطأ. نعم، لأنه أنت تفترض أن هؤلاء يهمهم أمر العراق، وتفترض أن هؤلاء يريدون مصلحة العراق. من المفترض هذول ولا واحد منهم لا يهم العراق ولا تهم مصلحة العراق، وبالتالي في نهاية الأمر كلهم يريدون أن يستمر الاستفادة لأقصى ما يمكن، الفساد والربح والكذا، هذا لن يستطيعوا أن يتفقوا على شيء، وما أحد يقدر يقولهم للأمريكان اطلعوا، بالرغم من أنه أنا أعتقد شخصيا أن كل الشعب العراقي الشيعة والسنة والكراد والسياسيين والأوادم والخوش أوادم والمخوش أوادم كلهم يردون أمريكا تطلع، باستثناء السياسيين، لأن السياسيين وجودهم هناك هو اللي يخليهم يستمرون بالسرقات والبوق وخيانة الوطن. إذن بما نفهم اللعب على حبلي أمريكا وإيران في العراق من قبل السياسيين؟ حقيقة ما حد يلعب على أي حبل. بالنسبة لهم الأمريكان يعرفون يقينا أن العراق لن يطلب إخراج القوات ولن يهاجمها، لأنه ماكو حكومة بالعراق، لأنه بالنسبة إلى حكومة السوداني اللي تعلن أنه رح تبني قطار معلق بين كربلاء والنجف، واللي تشكل لجنة لدراسة الطاقة المتجددة من 190 إنسان، لا توجد لجنة بالعالم. أنا شيكت هذا مع ناسا، وكالة الفضاء الأمريكية، ليس في هذا العدد. هذه اللجنة فيها أطباء دكاترة، فيها دكاترة حقيقيين. طيب، دكاترة إنتاج إيران أو إنتاج لبنان أو طهران، وفيها معممين وفيها أميين وفيها محامين، وقد يكون بينهم طبيب أو أكثر. طيب، كل استكمال المكونات وشوية ضباط جيش وشوية جيش. هذه الحكومة عبارة عن سيلوفين يشد هذه الشظايا المتناقضة والمتنافرة، وبالتالي ليس هناك قرار يتخذ. والبرلمان أسوأ من ذلك، البرلمان كله يشترى ويباع فيه العبيد والعملاء يوميا. الحكومة لن تستطيع أن تتخذ القرار، ولكن إذا كان هناك يعني ننسى الجوانب، كل افترض كل الكلام اللي قلته أنا خطأ، الحكومة العراقية
ايا كانت، اذا تريد تطلب من الامريكان المغادره المساله جدا سهله. رساله اذا يردونها ندزلهم اياها، صفحه واحده يقول لهم نشكركم، اشاره للفقره كذا من الاتفاقيه، يرجى اخراج القوات الامريكيه. ولا حتى ايران ربما لها الرغبه في ان تستخدم ميليشياتها حتى تضغط على القوات الامريكيه للخروج. والله يا اخي ايران طبعا تريد، لكن ايران ايضا بنفس الوقت يعني عندنا نشوف انه ايران مدى تضغط على حزب الله، وايران تضغط على الحكومات لكن تريد تحافظ على السوداني، وبالتالي تخلي السوداني يتوسل بهم انه لا، وبالتالي يضربون شويه صواريخ هنا وهنا اللي ما تخبر احد، وبالتالي ماكو جديه بالموضوع. ايران تريد انه لانه اكو هناك يعني هناك حاله حرب واقعه ملموسه ومباشره او عن طريق الذيول بين ايران وامريكا. هل هي حرب حقيقيه ام هي مسرحيه متفق على الادوار بينهما مسبقا؟ والله يا اخي انا في تقديري الشخصي يعني بامانه انا اعتقد انها حرب ملموسه ومباشره، وده نشوف النتائج مالتها الواقعيه. اما موضوع احنا نقول والله هذول متفقين وراهم وهذا متفق ويا الاخ، هذا كل واحد عنده هذا الراي، بس انا اظن ان العلاقه الامريكيه الايرانيه هي في حاله حرب واقع وملموس نراه يوميا. يعني موضوع اغلاق البحر الاحمر، يعني ليش هذا اللعب هذا؟ يعني يمكن احنا نقول انه هذول الحوثيين وايران والى اخره، لا بالتأكيد ورقة تستخدمها إيران. طيب هنا إذا كانت الميليشيات التي تمتلك واجهات سياسية وتتحكم بالوزارات وكذلك مؤسسات الدولة مختلفة مترددة بشأن وجود الأمريكي في العراق، هل تعتقد أن أي خلاف بينها إزاء الوجود الأمريكي في العراق يمكن أن يؤدي إلى تشظي حكومة السوداني المؤلفة من الميليشيات؟ أخي حكومة السوداني ليست حكومة كما ذكرت في بداية الأمر، هذول مجموعة أشخاص جيء بهم على اساس هذا يمثل السنه وذاك الشيعه وهذا من جماعه حزب الله وذاك من حزب عبد الله وهذا ولا بعرف ايش، هذه مو حكومه وفق المعايير اللي موجوده بالعالم، هذه ليست حكومه، مجموعه اشخاص مجموعين للسرقه، كل واحد انا اسرق انت اسكت عليه وانا اسكت عليه، هذه ليست حكومه، وبالتالي موضوع تشظي هي اصلا هسه قبل دقيقتين قلت لك انه هذه ليست حكومة، هذه عبارة عن الحكومة عبارة عن سيلوفي إلى فين به يعني من الممكن أن تكون هناك أطراف توافق إيران بإخراج القوات الأمريكية وأطراف تعارضها مثلا؟ والله يعني أنا أعتقد الجميع يريدون إخراج القوات الأمريكية، الشعب كله، لكن الساسة لا يوجد فيهم لا شيعي ولا سني ولا كبير ولا صغير ولا كردي، ماكو، كل المستفيدين الساسة ما يردون الأمريكان يطلعون. واصلا مو بس هاي، وصل مرحله ان قسم من اهلنا بالعراق بداوا يعتقدون يا اخي خلينا نمشي ويا امريكا بلكي تخلصنا، وهذا مفهوم خطر جدا، لانه امريكا اللي جت ودمرت البلد وقتلت الناس وروتنا المر، لويش تريد الان تطلعنا؟ ما بالعكس، خلينا نقتل بعضنا البعض وامريكا مرتاحه. ترى اذا اكو احد يعتقد ان امريكا زعلانه على الوضع العراقي، انا اعتقد ما دا يفهمون الموقف الامريكي. أمريكا بالنسبة لها هي من أدت بنهاية المطاف إلى كل هذا الوجود الذي نراه وهذا الحال الذي وصل إليه العراق. من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الأستاذ صباح المختار، شكرا لكم على هذه المداخلة.